طيب راح بكم كورس يوتي جديد. صحيح هذا الكورس يعني بحاول اشارككم فيه كثير، بس بنفس الوقت بوعدكم انه احاول يعني اعمله خفيف دم، بس في شغل كثير. فعارفين انتم عن ايش الكورس؟ سألته المصطلح هذا جديد علينا بصراحة، يعني سألت طلاب ثانيين قالوا لا بجننكم بغلبكم كثير هذا الكورس. عادة بغطي فيه ثلاث مواضيع، موضوع حوالي تقريبا 15 ساعة، اللي هم بيروحوا على اللي هم conceptual data modeling. اللي مزبوط انتوا خدتوا database و ER، بس تعرفوش في عملية يعني ليش الاشياء بتصير، ليش الداتابيس هيك، ليش كذا. انا الكورس هذا مش في الداتابيس، بس فلسفه الكونسبتوال موديلنج، سواء كانت زي مثلا لما تعمل كونسبتوال موديل لبرنامجك اللي هو اليوم الكلاس دايجرام، هلا في ديزاين تشويسز، ممكن الموديل تبعك احسن من الموديل تبع انس، ليش مرات ما بتمش تمشي، او الاي ار داتابيس سكيما تبعتك احسن من تبعته احسن من تبعتك. وهي الاشياء عاده اللي باخذ داتابيس بس يعني كورس بيعتمد على حسه على حدسه، بس هذا بس يعني نفسه هاي الشيء علم. هلا هاي العلم ومش بس مرتبط في الداتابيس، اللي هو كيف انك تكون جود كونسبتشوالايزر للمشاكل. هنا بالجنة سواء كان لبرنامج ولا كان لداتابيس ولا كان لXML سكيما ولا كان ولا انجينير، حتى التفكير بشكل عام، عمليه تحليل الاشياء. هلا هاي عمليه التحليل اللي ندرسها، احنا ندرس حتى لغه اسمها ORM عشان نمثل فيها تحليلنا، انجاز التعبير ادي كونسبتوال. حدرسكم لغة وحدربكم على هذا الفن هيك في هذا البارت إنجاز التعبير، بس تعمل هاي الإشي عشان تفهموا كمان وتقدروا تبنوا أنتولوجيز، اللي هو بنبلش في الأنتولوجي في الجزء الثاني من المادة. في هذا الجزء بنغطي كيف تبني الأنتولوجي، شيء الأنتولوجي، الابليكيشن سيناريوز تاعت الأنتولوجي. وأنا عادة بعطي، خلينا نقول على البارت الاول اللي هو الكونسبتوال داتا موديلنج، في كتاب هذا على فكره فيرجن اللي اقدم من الموجوده، بس في واحده موجوده هو المقرر، في نسخه مش كله مدرس، بس منه 6 أو 7 شابترز بس. في نسخه الكترونيه منه؟ النسخه الالكترونيه ممنوعه، كوبرات ليجالي ممنوعه، ليجالي هارد كله موجود في البوك ستور باللكيه يعني مثلا؟ المفروض، واذا لا اشتوه. انا بنصحكم على فكره هذا من الكتب اللي عن جد تستعيروش او تصوروش، خلي عندك سواء كان هاي الكتاب او الفيرجن اللي بعده. الديفرنس بين التو فيرجنز انه في طريقه رسم في الاو ار ام، المؤلف غير طريقه الرسم الموجوده هون، بس انا ملتزم بهاي والسلايد تبعوني على هاي. اللي انا بسميها الريال فيرجن، بعرفش كيف ما دخلتش راسي كانت شيء، مش بس انا، ناس كثير من الناس اللي بيشتغلوا في الاو ار ام نفس الشيء الفكره. فهذا من الكتب اللي خليه عندك ثق تماما، بلزمك مش بس في الداتابيس موديلينج وفي البرمجه، بلزمك بشغلات كثير. حندرس بعد فتره بعطيكم مشروع سو بعد ما نمشي، يمكن في نهايه المحاضره الجاي تكون مشروع تسويه وناقشه، وحتى بجوز المحاضره الجايه تكون بعدين في مشروع ثاني بعتمد على المشروع اللي قبله، يعني بقول لكم طوروا عليه كذا، بعدين طوروا عليه كذا، هو نفس المشروع انا بسرعه. وبنقعد عاده كل واحد بنحط كل ديزاينه على الشاشه، وبنقعد نفكر ليش انت منيح، ليش انت احسن منه، ليش هو احسن منك، في شو، وليش عملت هيك، وليش ما عملت هالشيء، حتى تعرفوا السكيل تاعت الموديلينج. هلا البارت الثاني اذا بتسمعوا في شيء بسموه ديسكريبشن لوجيك كمان بنشرحه،
الار دي اف والار دي اف اس الاول اللي هي لغه الانتولوجي، وبحكي لكم هون عن كيف تبني سكيل عشان تبني جود انتولوجي، وبشرح لكم ايش عن الليكسيكال سيمانتكس اللي هو الارابيك انتولوجي كمان والويردمنت والاشياء اللي زي هيك. هلا هون ما فيش كتاب، هون في ارتكلز، هي تكست بوك تبع الكتاب. في عندنا فيرست اكزام وسكند اكزام، في عندنا مشروع 4 ومشروع 5 تخافوش. فيش ميد تيرم وفاينل عندنا. في عندي الفاينل عادة بحط عليه على فكرة شغلة 30 علامة، مع عادة امتحاناتي وممكن اعمل امتحان ثالث. مش احسن من ميد تيرم؟ ميد تيرم تبقى كل المادة عليك، خذها اعمل فيها امتحان، خذها يصير اعمل فيها امتحان بالتقسيط. بالتقسيط. ومرات بعمل امتحانات اورال، ندرس معي كيف الاورال لا اورال لا تردوش، انا بقول لكم الاورال ليش انا بحب الاورال. هذا وانا في الجامعه في البكالوريوس كنا شاطرين بالبرمجه صراحه، تروح انت تسوي برنامج جيب فيه يعطيك ستارت علامه كامله، الصبيه تروح ما شاء الله يعني تاخذ اكل الامتحانات جي بي اعلى بكثير. في نهايه الفصل انا جيب 70 وهي جيب 90. طب دراسة تاخذنيش انا فاهم اكثر. مش كاين تدرس؟ لا مش دراسي، لا مش دراسي، انا مش باسل. مش اذا كنت الجواب هذا بحط لك علامه، ما كنتش جواب هذا. فلما رحت على بلجيكا ايه كان هناك كل شيء اورال فيش ريتن، قمت ذبحت بعد كده درس اكل. فقلت معناته السبب شو؟ عملية التقييم. هلا هون سبب عشان الكلتشر كلها ريتن، سبب اعمل كلتشر كلها اورال، فبدخل على اكل امتحان واحد عشان يجربوا وبنفس الوقت بعمله تعليمي يعني. ها 50%. طيب بتعملوا كمان سيمينار، كل واحد بيعمل برزنتيشن، كل واحد بيعمل برزنتيشن عن هاي. حطيت لكم 5 مواضيع بس بحط لكم مواضيع اكثر من هيك. كيف نعمل انتولوجي كيف نعمل داتا انتجريشن، كيف نعمل كيف نستعمل انتولوجي للاي جوفرمنت، كيف نستعمل انتولوجي للبايو انفورماتكس، كيف نعمل سيمانتيك ويب، كيف نعمل انتولوجي ريسيرش نستعملها في سيرش انجن، كيف كل هاي الاشياء. هذا عالم، هذا هو العالم نيكست جينيريشن اوف ذا انترنت اللي هو الويب 3.0 ممكن يسموه سيمانتيك ويب. هون العالم رايح، والانتولوجي هي المين كومبوننت في كل الموضوع هذا في الويب، هي المين كومبوننت. فبدي اياكم تشوفوا كيف. لا انا بدرسهاش، بدرسش سيمانتيك ويب، درس كل انتولوجي. بس انت بتعمل برزنتيشن، واحد بيعمل برزنتيشن عن شيء كيف نستعمل الانتولوجي. الشيء الثاني عالم البايو انفورماتكس، كيف نستعمل الانتولوجيز بالبايو انفورماتكس. هذا عالم طبعا كان بحارب جزء ما عندكم مش فكره عنه، بس هذا عالم بين البيولوجي والكمبيوتر ساينس، عالم ضخم جدا يعني. تسمع عن اي جوفرمنت؟ في كثير مشاريع عليها بالوزاره عنها. ففي الاي جوفرمنت كيف نستعمل الانتولوجي؟ وشي الانتولوجي؟ فكره بنت انتولوجي اسمها انتولوجي الحكومه الفلسطينيه. فهذا العالم في البنوك، هذا العالم بدكم تدخلوا، هذا كله بتعملوا عنه سيمينارز. بعدين بنعمل مشروع بلد عربيك انتولوجي فور سامثينج يعني، وبغير انا هاي الاشياء بغيرها. انا بصراحه كل مره في بدايه المحاضره بدايه الكورس بحكي اسماء مشاريع وكذا جست تو جيف انديكيشن، بس بغيرها حسب انو الموجود. في ناس مثلا بكو يجوني مره 4-5 من حلول كومنت اوكي بكت زي ما تشتري حلول زي تشتري جوال بده يصير داتا انتجريشن صح؟ كومنت ركزت على الداتا انتجريشن. اذا كلكم تطلعوا من وزارات بغير بعمل فحسب الطلاب بحاول اركز على اشياء يعني حتى طبعا حتى عشان الفائده يعني. طيب الحضور اجباري جدا، اللي بغير محاضرتين الثالث ما يجيش، وما تتصلش علي تلفونات كل اللي بديش اجي رجاء، ما تتصلش علي تلفونات مره، تلفونات رجاء ما حدش يتصل. اللي بغش
اوت من الجامعة. بالنسبة لهذا اللي بيجيش على الامتحان، معلش اهددكم شوي هون حملوني يعني، بس اللي بيعملش امتحان تروح عليه بعيدوش حتى لو معك هو. هاي الكاميرا بتسجل. بعيدش الامتحان. الامتحان لما بكون حط فيه انا بقعد نص يوم اعمل الامتحان. مش مستعد اضيع من وقتي نص يوم عشان انت لبي. دبر حالك. حتى لو عندك حضور شرعي بعد الكيش الامتحان. اتيكيتس. اتيكيتس يعني هاي معناها اجاك تلفون. انا بقول كيش سكر جوالك. كلكم ناس من الناس مهمين فيعني عيب كلكم سكروا جوالاتكم. بس تقول لي شو استاذ لو سمحت بدي اطلع. ما بدون ما حدا يشوفك. لو الجامعة تسمح لكم تاكلوا هون انا بقول لكم جيبوا اكلوا. انا فري زي اللي انتم قاعدين بالمطبخ واحنا قاعدين نشتغل على موضوع. هيك تعاملوا معي. بدون ما تزعجوني تزيح الكرسي مش عارف ايش ها؟ الريتاج كل شيء على ريتاج. مع انه جديد دخل الفيسبوك على الموضوع. بس الجامعة تجبرنا نتعامل في الريتاج. اوكي ممكن اذا انتم شفتوا بحاجة لكوميونيكيشن كثير إلكم بينكم. لانه من احد اهدافي في المشروع في الماده سوري انه مش بس ادرسكم انه الانجينير انا بخليكم تصيروا صحبه مع بعض بخليكم تتعلموا تشتغلوا مع بعض نتعلم تكنولوجيا جديده هاي الاندايركت سكيلز تيجي هاي مهمه جدا في الشغل وفي الحياه فبدكم تعملوا جروب ومش عارف ايش نعمل وتكنولوجيا جديده بنجربها اذا بيجي شيء جديد اه طيب طبيعة المادة كثير مرات طلاب بيجوا بيشوفوني هنا سهل فبفكر المادة سهلة المادة مش صعبة إطلاقا وبعدين أنا بوعدكم وعد رسمي إنه فيش إشي مش حتقدر تفهمه وإنه ناخذ الموضوع سهل هيك يعني ويكون انتر اكتيف ومش ممل للمحاضرة هذا وعدكم بس زي ما قلت لكم في البداية انه بنفس الوقت هي المادة فيها شغل كثير هي مش صعبة بس فيها بدك تشتغل بدك تعمل مشاريع وبدك تساوي بدك تشتغل على المادة وطويلة وبعدين في مشكلة انتوا هاي بتلاحظوهاش بس الاستاذ بيعرفها انا قاعد قدامي مثلا 20 طالب بجوز في خمسة بيستوعبوش سوري سريعين جدا جدا بالفهم وجوز في خمسه ثانيه لا مش سريعين بالفهم طب انا محكميها هيك وهيك بعمل بوازن بس بوازن مظبوط بس لو 19 فاهمين واحد مش فاهم انا بقعد اطلع على اللي مش فاهم مش على 19 فبالتالي مرات الماده 45 ساعة مقررات لها بكفينش بنهاية الفصل شو بنساوي ويا نيجي بنعمل وركشوب نعملها وركشوب بنجيب كهربي وشاي وكعك وشغلات بنعمل 3-4 ساعات يوم أحد هيك عشان نعوض بفترض إنك بتعرف داتابيس لازم تكون بتعرف داتابيس بتعرف داتابيس بسرعة روح تعلم لأني بفترض انك تعرف كمان اكس ام ال و اتش تي ام ال بفترض انك فيري هاي موتيفيتد انك مش جاي عشان تخلص الماده عشان تاخذ علامتها عشان تنجح عشان تاخذ الشهاده لا انا مش هيك مفترض انا مفترض انه الكل بيستنى اوه شو نيرز انجينيرينج هيك انا مفترض الشيء المنيح عشان ما تخافوش من المية يعني ايش اللي انه في انكتب ناس انا عملت ارتكلز في هالماده لناس كتب هيك من الماده طلعت ارتكلز مش من بس المشاريع من الماده طلعنا ارتكلز اللي هو على المشاريع الثيسس مش غالبيه الطلاب اللي بيجوا بس تقريبا يعني في قسم كبير جدا من الطلاب اللي باخذوا هالماده بروح بعمل ثيسس بالموضوع هاي شيء كمان عن المادة. بعدين احنا في نهاية المادة بنعمل بنروح على كسر الحمراء، بنروح على دارنا، كل الفصل هيك بنسوي. يعني بعنيني المطلوب المقصود شو هون؟ انه ريليشنز بين الطلاب
هي بالنسبة لي هدف من أهداف المادة. أنا مزبوط أنتوا بتعرفوا بعض بجوز بس يعني ها أيوة هسا بدي إياكم كيف تصيروا هيك. فكيف بخليها هاي أنا؟ بحطكم بجروبس أنا بختار وكله شغل بالليل وشغل وشغل كثير ولقاءات كثير وقصص ف تخافوش تقربوا تقربوا بعض على الآخر. العلامات بعطي علامات وبعطيش علامات لكلكم كيف؟ عشان أكون صادق لسه ما عملتش امتحان ما كتبتش امتحانات بس الأسبوع هذا بكتب كل الامتحان. أنا بداية المادة بكتب امتحان الفن. هلا أنا وشطارتي ولما بكتب وبقيمه على أساس إنها هيك لازم المادة تكون وهيك لازم هاي المعلومات اللي بدي أوصلها للطالب وأنا بدي أقيس هاي الشغلة. دوري في خلال الفصل إني أخليكم كلكم تجيبوا 100 هيك أنا بصدق هيك بصير معاي هيك بساوي. هلا مع الشد فيش بوش فيش بوش أب ولا علامة فيش ميكس دي يعني روح عليك امتحان تروح عليك بتسلميش بحط لك صفر هاي مسلمات. على كل حال الأفرج بك 83 بعرفش هذا يعني بالنسبة للطلاب عالي ولا مش عالي ده بالماجستير غير عن البكالوريوس. لا ما أنا في البكالوريوس عالي بس في الماجستير علامة النجاح 70 يعني. تسكت تسكت جيب 69 بتحمل المادة. على فكرة في ناس كثير حملوا المادة. طيب في سؤال عني وعن المادة وعن الشغل كده في مجال تكون يعني مواضيع اللي بيطرح في السوق كيف كثير حرب أعصابها مش لا حكيت أشياء بتشجع برضه يعني أنا لسه عن البنوك هنعمل إشي ها جاب السؤال مع بعض هنعمل إشي للبنوك هتكون أوه ها هذا الشغل هيك عصفورين بحجر بشتغل في المادة وبشتغل في البنك مثلا بعمل إشي جديد بشتغل في وزارة بشتغل في ومع المادة بعمل لك كومبانيشن لأن بتعب يعني أقولكم أنا أحس أسهل إشي ميد تيرم وفاينل أبي الأستاذ بكيفه هاي الشغلة ميد تيرم وفاينل ها للأمانة بس أنا بتعب يعني هذا كله أنا بتعب إشي أنا ثاني بنهك نفسي بس في نتائج كل فصل هاي المرة الثالثة بدرس المادة هنا في بير زيت كل فصل في نتائج حتى احنا صرنا صحبه انا والطلاب يعني فاشياء عمليه شوف احنا في الوزارات يعني في وزاره التربيه مثلا موضوع الحكومه الالكترونيه كثير بيشتغلوا عليه قاعدين وفي له مشاريع فاذا بتعطي بتكرر بعض المواضيع على الموضوع هذا تخيلك ايش؟ بدناش حكومه بشتغل في الجامعات مش على الجامعات طب هو شغالين على موضوع الجماعه فمش على طول خلص يعني يتم التركيز عليهم هم مرام عادة الناس تأخذ نرجع إنجينيرينج بعدين تأخذ الإي آي الأدفانس إي آي مرام شو سوى؟ العكس هسا أنا شو بساوي؟ نعمل إشي هون بالحكومة الإلكترونية ولما مادة الإي آي برد أكمل صرنا يعني بس منيح ولا صرت تعرف أنا منيح إيش مادة الإي آي؟ مادة الأرتفيشال إنتليجنس لا لا هنعمل بنوك هنعمل حكومات إلكترونية وهنعمل كل اللي بيجي على بالكم من نعمله كل هذا بفصل واحد كل اللي نعمله كل هذا بنعمله صح اللي عنده اولاد بيض اشوفه الدار شو سوى مرة شكل بشكل مرته معاه لا احسن اشي بك في شاب اسمه يحيى صار يكتب لنا نكت في بناخذ من فيتوري وبناخذ يوتيوب بيس وبناخذ شغلات فصارت تطلع نكت فيش أخف من دمها يعني عن ال هيك يعني شو حكى لمراته هاي مانديتوري وهاي أوفشنال وهاي يونيكنيس وهاي فنحاول نخليها ممتعة يعني إحنا بس في نفس الوقت لا في شغل. أي سؤال ثاني بشكل عام هاي يعني بشكل عام الأسئلة مش بس عن المادة عني عن مواد سابقة خذوا راحتكم يعني انا رايي انه الطبع الاول كويس يعني بدك تعطينا شيء كثير كويس منيح بس خف علينا شوي ضغط بس لازم يعني دائما احنا نتعذر دائما احنا بنشتغل ونحن طلاب ماستر مش متفرغين دراسه وهيك هذا القدر التروتيني بس مش قدر هو لا
بس بدنا احنا جايين هون نتعلم ونشتغل. شوف انا تقييمي تقييمي مش بس في الماده، تقييمي كمان في بشكل عام طلاب الماجستير. يعني انا بدي احكيهم كمدير برنامج ماجستير انه المعضله في البرنامج انه كل واحد منكم بعد ما يتخرج من الماجستير بروح، مش كل شرط، كل مش كل شرط كل واحد يشتغل في جامعه بس مؤهل يروح يصير استاذ جامعه. هلا كي هلا نخرجك عندك الحد الادنى تبقى استاذ جامعه ولا لا؟ هاي الهم اللي احنا عاده بنكلك فيه بالمواد والاشياء. هلا اذا اوكي انجح بس اذا لا تزعلش، اذا ضلينا وراك ضلينا نعيدك المادة ده. لأنك جبت هاي المادة يعتبر حالك يعني فول تايم تشتغل هون. جاهزين؟ شو الفرق بين الداتا والنولج؟ هات نبلش هيك إشي عاد. هلا هلا أنا بطل بحكيش، أنتم بتحكوا. عمر. داتا والنولج؟ داتا هي information عن topic معين stored somewhere. داتا. Knowledge is يعني something you have to know about something. يعني ممكن في أكثر من مش محددة أو مش ثابتة أو مش صورة مكان معين. شو رأيك يا منى صح؟ الداتا يمكن بتجي من إشي أو مثلاً knowledge أو إشي يعني ممكن أنت تكون عندك information أو. علي صوتك بس أنا مش سامع. يعني الداتا بتجي هي من خلال knowledge. أنت بتعرف أشياء، بتبحث بأشياء. عن طريق هالمعرفة أنت بتدخل أشياء معينة، فهي الأشياء اللي دخلت أو الأوتبوت هي الداتا من النولج. هذا ما بعتبر النولج هو كاتيجورايز داتا، داتا مصنفة يعني. هو بعتبر بنستخدم النولج عشان نعمل أورجنايزيشن للداتا. كيف يعني؟ شمولية يعني النولج اللي موجودة عندنا هي بتعطينا فكره وفلسفه كيف ممكن نعمل اورجنايزيشن للداتا. عده الجوريثمز مختلفه. انا بدي اعلق على كلامه. بتصور الداتا انه مش انفورميشن باي سيلف، يعني تكون انبوت للنولج. يعني شو يعني انبوت؟ يعني تكون داتا، رو داتا نعمل عليها يعني كومبيوتيشنز و ممكن داتا مور سبيسيفيك ذان نولج. يعني كيف داتا نولج از سمثينج ان جنرال انفورميشن عن موضوع معين، داتا از فيري سبيسيفيك ديتيلد انفورميشن على التوبيك. انا جابك هلا لغويا لو مش سبيسيفيك. النولج اكثر شيء سبيسيفيك، ممكن احنا الداتا كبيره بس النولج الحقيقي فيها شيء بسيط جدا. شو انس شو قصده؟ إنه في النهاية يعني الزبدة الداتا هي اللي بتمثل النولج، أو إنه يعني عملية تجميع الداتا. أنا مش عارف يعني في مصطلحات كثير بتلف برازي يعني بتصيغها، بس الفكرة إنه مصطلح داتا أكبر من نولج، أكبر مش من حيث يعني المردود من الموضوع بقدر ما هو الجوانب اللي بتغطيها الداتا. يعني لو نحكي على ريسيرش مثلاً، الداتا اللي بتتجمع ممكن انها تعطينا معلومات عن شغلات كثيره، لكن النولج هو شيء محدد او جانب محدد نبحث عنه في الداتا هاي. بعرفش انا يعني بقول لك في ساعده بالتعبير ولا شيء. راح النولج اللي نحصل على اخر شيء بعد ما نحلل الداتا اللي عندنا. يعني الداتا بعد ما نحللها بوصل لنولج معين الاخر. هذا الشيء هذا بدي اياه بعد ما احلل الداتا بوصل لنولج. ممكن يكون احسن كلام حكى كان هكرر. شو يعني؟ يعني لو واحد راح على الطبيب عرض له سرد له كل القصه اللي عنده، شو عنده اعراض في الاخير بقول له انت عندك مرض معين او هيك شيء بكون عنده. طب الكلام اللي كانه للدكتور مش معرفه مش نوليدج داتا بس داتا. ما لهاش معنى عنده مش مستفيد منه. بس هو الدكتور شافها كداتا، هي داتا للدكتور بالنسبه للدكتور داتا فلترها وظبطها عنده نوليدج. انه هيك تعرف يعني نولج داتا فلتريشن حرام. مش انا يعني عندي خبره في الدكتور مصطفى يلا. لا مرام النولج عندها حب للغه العربيه. النولج يعني هي المعرفه الشيء انك تعرف عن الشغله هي نولج. انا هيك يعني الداتا هي السبيسيفيكس تبعتي. يعني انا يمكن فاهم انه عكس
عكس هذا او ايش بعرف شيء. يعني الداتا يعني بنحكي انه هاي حصه نولج انجينيرينج، هاي نولج يعني نولج معرفه، بنحكي في 12 طالب واستاذ هيك، هاي الداتا تبعت الداتا اللي هي الاشياء المفصله. هيك صار في عندنا نقيضين، بدك تفصل بيننا. شو من نقيضين؟ انا حسيت من النقاش دكتور انه انا مش حاسه نقيضين. النولج النولج هو ريزلت تبعت الداتا. كل في داتا بعدين بيطلع عندك زبده هيك اوت كم هي النولج اللي بتطلع فيها خلاصه ال مش شرط نتيجه، ممكن يعني باتر انك تعرف الشيء كونكلود باتر من داتا. يعني انا مثلا في كل لو اخذناها على مثال قاعده بيانات بعتبر الداتا هي الجداول تيبل صحيح، الاستعلامات هي النولج ريتريفينج، يعني ريتريفينج داتا ريتريفينج انفورميشن اوت اوف داتا. صعب صعب ندخل نفسره تكنيكالي، خلينا بس على مستوى اللغه بس نفسر الفرق. ديما انا تقريبا زي ما قالوا انه الداتا شيء رو اكثر، ما بتقدرش تستفيد من الداتا فعليا، انه لو اعطيت الداتا لاي حدا مش رح يقدر يطلع منها باي شيء، بدك حدا مختص فاهم الداتا بالضبط كيف ايش اللي موجوده عشان يقدر يفهم ايش اللي عماله موجود. الداتا اكثر بيسك اكثر ما في. طب لو جينا كلنا في قدام كورسين، واحد في داتا انجينيرينج وواحد في نولج انجينيرينج، شو تتوقع يكون فيها؟ شو تتوقع يكون فيها؟ اسمبلي هناك هاي ليفل لانجويج. اسمبلي؟ مش اسمبلي بده يكون اكثر داتا بيسز، داتا مايننج، بهاي الاشياء بتهيألي داتا انجينيرنج بتوقع. لا داتا مايننج بصير عشان الواحد يطلع النولج. اها الوير هاوسز داتا انجينيرنج، كيف نخزن الداتا؟ كيف ايش يعني ايش عم بتخيل مثلا عندك كمية طوب وكمية حديد وكمية خشب محطوطين سوا، هاي الداتا لما تاخدها وتبني البيت هاي النولج بجوز. طب شاري هان كمان مرة بجوز اصلا. لا شو الفرق بين كورس واحد في داتا اسمه داتا انجينيرين وواحد كورس اسمه نولج انجينيرين؟ ما عمال بعد اكاديمي بجوز اصلا هي على البرينستورمينج لما تشتغل بتحطها هذه كلها عبارة عن داتا. لما تيجي تبنيها هون ندخل مرحلة استخرج بناء مانجمنت يعني. يا عبد اللطيف. طب لو استعملت كلمة بدل كلمة زبدة الفهم. تبتشوف جدول في معلومات في معرفة، خلينا بغض النظر شو اسمها. الفهم اللي بيوصلك من هاي نولج هو نولج، ولا من هاي الداتا هو نولج؟ هاي الداتا هو نولج. ايش زي هيك؟ طب لو جينا كنا موديلينج، طب بدك تعمل موديلينج للنولج؟ كنا خريجين على فكرة على هي عملية تعبير. لو جينا كنا موديلينج بدك تعمل موديلينج للنولج، كيف بدك تعمل موديلينج للنولج؟ شو معنات موديلينج؟ بدك تعمل representation للنولج اللي أخذتها من الداتا اللي الناس التانيين اللي حواليك يقدروا يفهموا. يعني النولج رح تكون عندك أنت لما تطلع على الجدول أو على الداتا هاي وتاخد أنت النولج تفهم هذا الإشي، كيف بدك تقدر تعبر عنه بطريقة اللي الكل اللي قاعدين معك يقدروا يفهموا إيش اللي أنت فهمته من هاي الداتا. يعني representing the data in very understandable way to the common. يعني معناته modeling معناته representing بس description. طب ديسكريبشن ولا ريبريزنتيشن؟ ديسكريبشن لاي دي ام. لا مش ديسكريبشن. في فرق بين ديسكريبشن للنوليدج وريبريزنتينج نوليدج. ريبريزنتينج انه يعني 100% الريبريزنتيشن، بس ممكن يكون انت بتعمل موديلينج بس انه بتركز على جانب معين. ديزايننج مش ديزايننج. طب كيف نسوي ديزاين للنوليدج؟ يعني ممكن فلو شارتينج مثلا. اها. يعني عندنا داتا شيبينج ريليشنز تشارتينج نعمل موديل يفهم الشخص الاخر. طيب لما نعمل كونسبتوال موديل او حاول تسوي هذول الشغلتين، شو الفرق بين كونسبتوال موديل وكونسبتوال داتا موديل؟ هلا كونسبتوال موديل مش شرط يكون يعني كونسبتوال موديل. شو معنات كونسبت في العربي؟ مفهوم عن الشيء. طب موديل كونسبتوال موديل شو معنات موديل مثلا هون؟ نموذج جوهري بنسميه.
نمذجة قالب لا الفهم. طب كنا لا كنا شو الكونسيبت؟ طب شو كل الكونسيبت شو هاد؟ رؤيتنا لهذا الشيء كيف احنا شفناه بنعمل موديل او فهمناه، نعمل موديل بناء عليه. يعني احنا شفنا داتا فهمناها. شو معنى كونسبت؟ خلينا نعرف كلمه كونسبت شو اندرستاندينج، يعني اندرستاندينج مفاهيم حرفيا بقولها مفاهيمي. طيب مفاهيمي. طب يعني اوكي بس شو يعني؟ هلا بدي اعمل كونسبت شو الموديل للكرسي. يعني قبل ما تعمل كونسبت الموديل للكرسي لازم يكون في كونسبت معين عندك انت فاهمها. اها. طيب. طب كونسبت شو الداتا موديلينج؟ بده يكون عندك كونسبت عن الداتا فاهمها. عن الداتا. هاي شو الفرق؟ هذيك جنرال هاي سبيسيفيك. هلا اول ثلث الكورس الاول اول بارت الكورس عن كونسبتوال داتا موديل. هي اتصور زي الاتربيوت تاعت النيم سبيس مثلا الداتا موديلينج ولا الاو ار ام اللي كنا عنه الاو ار ام هذا اللي بيشبه الاي ار موديلينج واللي هو الموديلينج هو كونسبتوال موديلينج بس للداتا حنركز هلا النص الثاني بالكورس او حتى ثلثين الكورس كله بروح وين؟ على الكونسبتوال موديلينج على الكونسبتوال موديلينج مش شرط للداتا إشي أكثر من داتا أي إشي أي معرفة أي مفاهيم بدك تسويها بغض النظر هي داتا ولا مش داتا لاحظين كيف هلا واتس الانتولوجي هلو ممكن نبدأ من عند منى انتولوجي شو الانتولوجي شو ترجمة انتولوجي زي إشي هاي ليفل أو إشي معرفش ممكن من خلاله المفاهيم او الديتيلز او اشي ترو او دغري من خلاله اها يعني حاول اكثر عمرك شفتي انتولوجي؟ انتولوجي؟ هذيك اليوم شفت انتولوجي الداتا العربية اللي عاملين المشروع بس ما طلعت عليها كثير شريهان شريهان عمرك ايش سمعت المصطلح؟ الكلمة عمرك سمعتها؟ لا سمعتها بس ما هي انت؟ طبعا في علم دلالات الالفاظ طبعا الجوجل هيك بيطلع علي درسه حضرت لك محاضره مره على مش المعرض انس ما عنديش انا مش انا عملتها مقصود حكيت لك انس وطلعت عليك انس ما عنديش تصور واضح ولا حتى يعني قرات بس مش تشبه ايش يعني هي انه بدك يعني الامور تاخذ شيء جنرال بعدين تنزل على او تحاول تقسمهم تقسم دلالات الالفاظ على حسب ما قالوا او الالفاظ نفسها تنقلها بمعانيها من مستوى لمستوى يمكن يكون بس على فكره هاي بسميها لينغويستيك اونتولوجي هاي بجوز الناس فهموا كل معنى الانتولوجي هون في الجامعه عندنا انه الكل بس بيشوف الارابيك اونتولوجي عربي الانتولوجي يعني بشوفوا الاشي مربوط مع اللغة بس عادة لا انتبهوا عادة الانتولوجي مش اشي لغوي مش شرط لغوي لا هي جاست يمكن the lowest level of understanding the lowest level of knowledge the highest sorry the highest level of understanding يعني هي عبارة عن conceptual الانتولوجي it's a conceptual منمثل فهمك يعني المعرفة مسكين حكينا احيانا كيها عني ماشي شو تقول طيب هاي يعني جنرال فاري جنرال خليني تاخذ بريك بس خلينا قصير جدا اوكي بس ثلاث دقائق وبنرجع عشان بدي اعمل ثلاث يعني كمان بريك اليوم اوكي